المفاجأة على الرقصة للمرة مليون كده. البروفا تبدأ الساعة 2 يعني. هي الأصلاف موعدها مستفزة شوية. مش مستفزة، انت المستفز يعني. لا. لو في معاد المعادك لفا انت خدت حاجتك؟ اه نفسك؟ طيب خدتها. دلوقتي احنا بناخد اللبس بتاعنا عشان نشوف كل واحد مقاسه هيبقى ايه. ده اللبس الزعبوط بتاعي دي كده لسه ما عرفش كده. دي الجلابيه اللي نهاله هتفكها لي، فكها لي من تحت عشان تطول. دي رندا انت لسه بتصور؟ انا خلاص خدت قرار ان هو هيبقى بالعربي. اه ماشي، هيبقى احسن كتير. في لبسي معاكي كيس؟ ما شاء الله. ده بتاع رقصة ايه؟ ده بتاع رقصة عمر خيال. عندك شباب اسمه ده صوت؟ نعم. بيهايند ذا سينز بقى يا جماعة. تمشي هيروح على الفلوج ده. هيروح طبعا. رايح رايح. لقيتوا حاجات مقاساتكم؟ ايه؟ برضه. لا بيت ماسك؟ لا لا كله. هي دي اجمد حاجة بعد 6 سنين. اسمك مكتوب؟ خرجت من الوفاة. يا ابن علم، امال انا بتاعتي بقى فين؟ بمقاساتي 17/66 بس كفاية كده. اللي عايز يتعلم ازاي يعملها؟ انت عارف بتعملها ازاي ولا بتجرب فيه؟ لا عارف بتعملها ازاي؟ عيب اللي بتقول فيه بس. اتأثر الكم. طيب بملخص شديد، الرقصه دي بتجمع بين الاجيال القديمه والجديده. من فوق المره الجايه انا بدات في الاجيال الجديده. انا بدات في الفلكلور 2007. هنمشي بقى حد حد. اتولدت 2008. انا بدات في الفلكلور من 85 86. سنة كم؟ ابتدينا نسافر ونصيح. اللي بدأت في الكلور الرحلة خلاص. دور 85. انت هتشوفها جدا. بدأت الجامعة 84. 84 لا لا. أنا اتولدت. تاني؟ واتخرجت سنة، اتخرجت 90 وآخر مرة وقفت على هيورد برقص فيها كانت سنة 1996. 26 سنة. يا نهار أبيض. يا نهار أبيض. أنا في الفلور؟ أنا كنت في الفلور. بدأت إمتى؟ 89. اه 89 ابتديت 89. اه انا بادئ 2007 92 اكيد. ازيك يا حور؟ عامل ايه؟ ازاي؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ هتروزي؟ عايزة تبكي بسرعة. عبد الهادي ملك الفولكلور. بجد انا بدأت فولكلور سنة 2008. بس لازم نقول ان هو اكتر واحد ملتزم فينا في الفولكلور ده. هو اللي بيجي المواعيد. بما ان هو اللي بيجي المواعيد فهو اللي بياخد السولوز كلهم. وبما ان انا اطول واحد فدايما ببقى واقف ورا، فهو اللي خد الشهياسة كلها. الهيرس اب حفلة بتاعت بكرة. معانا عبد الفتاجة، مش عارف انت سامعيني ولا لا. انا مش سامع. بس هو السبب في الفلكلور ان انا فيه دلوقتي هو اللي كان بيتحايل عليا. انا والله فاكر جوين 2007 ايام وليالي بتحايل عليه. يا محسن يقول لي لا انا عايز اروح عايز اروح الساحل، مش عايز اروح ولا جنب ايام وليالي. والله لحد ما انضميت، لحد ما اقتنع ورحنا البنت بتاعت الكشك في بولندا. واي ساد. مفيش تفاصيل يعني، لازم تخش في تفاصيل. ده المين كامبس. ايام لما كنا هنا من 20 ايام. ممكن اقول ايام ايه؟ ايام سرق ايد الكرسي. ليه يا عم؟
حد هيعرف يسال ايه ده كرسي في ايه يا حبيبي؟ طب خلاص مش هكلم. مش هنا كان في كورت كمان؟ اه بس شالوه تقريبا. شالوه صح؟ وقدام على الشمال كنت باخد هنا كلاس ماث ايام ما كنت انجينيري. ده الستيج بتاع بكره اللي هنرقص عليه بعد ما اتمرنا عليه مع عمرو وفوفا. هو احسن حاجه هنا الفلي ويستر صوص. طيب انا هاخد فلي ويستر صوص برضه بس ميديوم ويل. اهم حاجه الابيتايزر بس. واحده لمون من عليها. اسمع الاكل. زي المره اللي فاتت. بطاطس مع صوص بشاميل وجبنه. شكرا. معاك دورت عليه ده من يوتيوب. مكتوب.